بدأ الضجيج وعم الترقب. صمت يخيم على المكان. خلت الشوارع وانطفأت الأنوار، أغلقت المحلات والمدارس والمساجد، ألغيت التجمعات والزيارات، فالكل منعزل في منزله إلا هنا. فخلف هذا الباب تدار أشرس المعارك وعتاها، حرب مع عدو لا يرى بالعين المجردة. هنا مراكز الرعاية الصحية الأولية، ساحات يزرع فيها الأمل من جديد، وتصنع فيها التضحيات بالإرادة والكفاح والإصرار. هنا المعاينة، هنا التشخيص، هنا الفحوصات، هنا العلاج، وهنا المتابعة. أبطال يعملون بصمت، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، تسلحوا بقوة المعرفة وصدق الإيمان بالله. فلا مجد كمجد من يحمي الوطن. فلنقف اليوم معا من أجل عمان، ولنخبر العالم أن المنجزات لا تحقق بالتمني، وإنما تصنع بإرادة الشعب وانتمائه وولائه. فكونوا كما عهدتكم عمان.